عند النقطة اكس 3 واي بناقص 4 لن 3 اكس. معادلة هنقعد فيها مع بعض هناك ان شاء الله في مكان البدلات. هنمشي ده يمكن الطريق الى ايلات. هنمشي في الطريق الى ايلات في الاتجاه اللي رايح. هنمشي لغاية هنا اهو. ايوه يا فندم، بس في اخر الطريق ده في لجنة وصلاح معهوش رخص. برافو عليك، برافو عليك فعلا. احنا هنضرب لكم رخص، هنضرب لكم كارنيهات، كل حاجه. في وجبه على فكره يا جماعه، مع في وجبه ان شاء الله مع وربنا وربنا في وجبه وربنا. ايوه يا حبيبي. فنمشي ده الطريق الى ايلات. لو حصل اي حاجه عند اللجنه في الطريق المختصر الى ايلات اللي هو يمين في شمال، تخش جوه في اسرائيل، تمشي 150 متر، 150 متر بالظبط هتلاقي كنتاكي تل ابيب. كنتاكي تل ابيب، تقف قدام كنتاكي تل ابيب، تدي كنتاكي تل ابيب ظهرك، تديه ظهرك، تبص الناحيه الثانيه على طول في وشك على طول كده اهو، على طول تلاقي مبنى الموساد الاسرائيلي. يعني يا فندم هيبقى في يافطه عليه او اي علامه تبين ان هو الموساد بدل الموساد؟ في طبعا ويلكم تو الموساد الاسرائيلي، وفي ويلكم على الارض، وفي كل حاجه ان شاء الله باين قوي قوي قوي. يا فندم في سؤال بيطرح نفسه، مين هيعمل مدينة طبر؟ ليه مدينة طبر؟ يعني زي الفيلم بالظبط. انتوا عايزين تبقوا زي الفيلم بالظبط؟ النظام خلاص، شوفوا اي حد من الشباب دي من مدينة طبر، لبسوا الباروكة ميك اب، عشانك يا مصر ضحيت برجولتي وسافرت تل أبيب أجيب الخرايط اللازمة للعملية. أنا مردخاي، أنا مردخاي أيكال، بس بشروط هشتكار دلمات دلبيت شيفا إباتيام رصيف الحربي. ايه بلا بنت انا لا حربي اخشاب اخشاب بلا بنت عليا بلا بنت عليك. اهلا بشباب مصر وزهرة شباب مصر، والله نورتوا ليبيا، والله زلت شباب مصر هنا. اهلا يا باشا. اهلا يا باشا، اهلا بيكم في ارضكم يا باشا. محسن بيه قال لنا بشار ان انت هنا، يعني اقدر من اخ كبير لي. والله صدق وقال الحاج من اوله لاخره يا عم. المهم يا بشار، طبعا وصلنا فاكس من مصر بيحكي لك عن العمليه من الالف اف للياء. وصل. احنا دلوقتي يا بشار لينا ثلاث طلبات عندك. نمره واحد، احنا عايزين مكان نتوقف فيه لحد ما العمليه تخلص. بيتي اولى بيكوا، يلا سامع. استنى استنى استنى، بس بيتك ايه؟ بيتك ايه؟ احنا دلوقتي عايزين، مش عايزين بيتك، احنا عايزين مكان في تل ابيب. عندك مكان في تل ابيب؟ تل ابيب يا لهوي. موجود 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 والله. حلو. تاني حاجه ابو شقره، تاني حاجه السجاير. يا السجاير خلاص سجاير. ماشي نقلك على الشاي يا عم. استنى بقى استنى بقى، والنبي ارحمك. مش عايز الشاي، مش عايز الواجب ده. والله الواجب عندي اعملها من كل شيء. اسمعني، تاني طلب عايزين عربيات نتحرك بيها هناك، او مش كفايه عربيه واحده. تاكسي من اول بوم عندكم تحت البيت. والله ما ينفعش تاكسي، يعني احنا انت عايز تفقسنا؟ احنا عايزين عربيه ايجار، ما حدش ياخد باله دي مش عربيه. بالظبط. زين الكلام. طيب موجوده يعني؟ كله موجود يا فندم. ثالث طلب بقى، وركز معايا عشان ده اهم طلب. اوكي. احنا عايزين اربع انابيب اكسجين للاربع ضفادع بشريه اللي هيعملوا العمليه. بالظبط. اربع انابيب اكسجين. نقول اربع انابيب بوتاجاز احسن. بوتاجاز يا عبد العال، عبد العال ابو بوتاجاز عندك يا ابني. لا مش مشي عليها يا بوتاجاز خالص. يا بوتاجاز ازاي؟ منها ارخص ومنها اللي هيحطها على ظهره هيختصر. يا زين الكلام، زين الكلام من زين الشباب والله. زين الكلام. يعني انت موافق؟ هو ده هو ده اللي بيصير والله. متشكرين يا ابو شرح. متشكرين. عيوني عيوني يا باشا.
متذكرين قوي يا ابو شقره يلعن ابو اللي يعرفك. والله ما قصرت ابو شقره. تليفون على شقره. الو ايوه معايا. وعيب ابو شقره انه كان كريم زياده عن اللزوم وصمم انه يفسحهم في المنطقه. نزلنا الله يخرب بيتك، الواد هيموت في ايدينا. زين والله زين 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 زين. شهر حرام عليك، لففتنا الوطن العربي كله. والله ما بتمشي لما تشوف الجزائر يا اخي. ثواني يا صلاح، ثواني وهفضلك اهو. عمر، كنت جاي اخدك في موضوع كده. الاولاد خلاص جهزوا، اتمرنوا على كل حاجه، حفظوا الخطه، كل واحد عرف دوره، ما ناقصش غير كلمه السر اللي هتحرك العمليه كلها. فحضرتك عايزينك تقول لنا كلمه السر اللي انتوا متفقين عليها عندكم في الاداره العليا. والله عندك حق فعلا يا صلاح. طب انا عايزين حاجه كده جديده يعني محدش عملها قبل كده. فاحنا نقول مثلا خلي كلمه السر عشان ما تبقاش كمان مكشوفه. يعني مكشوف اهم حاجه في الموضوع. خليها احنا رايحين نفجر مبنى الموساد في ايران. بحيث ان هي ما تبقاش مفروشه انها في اسرائيل. يا سلام يا سلام يا فندم على غباوه سعادتك. حضرتك شفت فيلم طريق الى انت؟ طبعا. كلمه السر كانت عباره عن اغنيه اللي هي كانت بين شرطين وعارفها انت. ظريفه جدا الاغنيه جدا. طب احنا يعني ما نعملها على غرار الاغنيه دي. فكره ظريفه جدا. بس انا احب قوي محمد قنديل. ظريف جدا فعلا. مرحبا. فنعملها نفس الاغنيه والله تبقى لذيذه قوي بين شرطين وميه برضه تبقى حلوه قوي. انا فندم رايي يعني بين شرطين وميه خلاص اتحرقت في الفيلم اللي فات واليهود كلهم قاسوها. لو عملناها الفيلم ده كمان خلاص العمليه باظت يعني. فعلا صح. شوف حاجه. لما تشوف انت. لا انا رايي حضرتك الابنائي. انت الابنائي. انا؟ انت الابنائي. انا. انت ذوقك حلو على انا بقى ايه؟ انا ابريق الشاي. ايدي كده بوزي كده اصب الشاي وارجع كده. عصام صلاح انت عرفت منين انا هنا؟ كنت معدي من تحت المواطن بصيت فوق لقيتك واقف قلت اطلع معاك شويه. يا راجل. والله عارف انا كنت بفكر في ايه دلوقتي؟ في ايه؟ فاكر يا صلاح لما كنا في كليه الحربيه كنا بنيجي هنا انا وانت والواد شعبوله ونقعد نقف هنا ونغني وبعدين ننط ونلف من تحت ونطلع والواد شعبوله ينط تاني. فاكر؟ شعبوله يقعد ينط. هو نط مره واحده مات ما شفناهوش تاني. يقعد ينط الله يرحمه بقى يا عم. انا خايف قوي 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 يا عصام. 12 ساعه وهنبقى في تل ابيب. ومالها تل ابيب؟ انت مش محسن بيه قال لك انه هيضرب لنا كارنيهات وهيصرفوا لنا غدا وهيضربوا لنا رخص وكل. وبعدين تل ابيب دي يا ابني بلد جميله جدا 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 يعني هننبسط جدا. وبعدين يموتوا بقى في المصريين يموتوا يعني هيعرفوا انك مصري البنات هتشبك فيك على طول هناك يا سيدي. والله زي ما انا رحت 10 مرات قبل كده. انا برضه جوز اختي بيشتغل هناك بس ما قاليش على الكلام ده خالص. يا راجل. والله. يا ترى هنرجع لك تاني ولا لا يا مصر؟ ان شاء الله يا حبيبي ترجع. والله ربنا معاك. والله بدعي لك ليل نهار يا حبيبي. ربنا معاك ربنا معاك. حاجه انت اللي قلت. انا ما قلتش حاجه. الله فيها مصر يا عم انت مش